الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. المكتبة الصوتية لكنيسة الشهيد العظيم من ريال السورتي تقدم لكم عظة لقداسة الآب القمص بيسوعي كامل عام 1978 عن عودة الابن الضال طريق التوبة. يا ولدنا روح القدس الإله الواحد آمين. في أحد الثالث من الصوم المقدس أحد الابن الضال اختارت الكنيسة واحنا في منتصف مشوارنا بتاع الصيام علشان خاطر كل واحد مننا يحط نفسه في مركز الابن الضال او زي ما يسميه بعض الابن الشاطر، ومعنى ان احنا نحط نفسينا في مركز الابن الشاطر دي مش حاجة وحشة. تقول انا ما عملتش الحاجات اللي عملها الولد ده، ولكن الكتاب المقدس يقول انظروا الى نهاية سيرتهم وتمثلوا في إيمانه. فالعبرة بالنهاية، النهاية ان هذا الابن بقى في حضن ابوه، لكن ايضا من ناحية الامثال اللي ضربها ربنا يسوع المسيح اللي هي خاصة بالتوبة او الرجوع لربنا، تتميز الامثال دي بطابع خاص، تتميز بالحرارة الروحية والنشاط والعزيمة القوية. شوف الامثلة اللي هي ضربت من اجل هذا الموضوع. مثلا عندنا السامري، لما انت تبص للسامرية تجد ان هي امرأة شجاعة، تركت جرتها وتركت ماضيها وبدت حياتها الجديدة. لما تنظر للمرأة الخطية تجد ان هي امرأة شجاعة، لان هي تركت ايضا ماضيها وتركت كل علاقتها وابتدت بدايتها الجديدة. لما تنظر ايضا للص اليمين تجد ان هو رجل شجاع لم استطاع في لحظاته الاخيرة وفي ازمته الصعبة اللي هو بيمر بيها ان يصرخ ويقول له اذكرني يا رب اذا جيت في ملكك. فالامثلة تحت الناس دي كانت تتميز بالحرارة الروحية والوضوح. وسفر الرؤيا في الاصحاحات الاولى الثاني والثالث سورة بيتكلم عن الرسائل اللي هي ارسلت للسبع كنائس، وكلها بتدعو للتوبة. مرة يقول له اذكر محبتك الاولى،
يعني انت كنت بتحبني بحرارة، يعني دلوقتي محبتك وقت فاكرة ليه؟ ومرة تاني يقول له اذكر من اين سقطت وتب. ومرة يقول له ان انت قلت في نفسك ان انا غني وقد استغنيت، مع ان انت الفقير والبائس والمسكين والعريان. ومصيبة كبيرة ان انت بتقول ان انت غني استغنيت، فانت غرقان في خطية مضاعفة، لان انت ما انتش حاسس ان انت مسكين وعريان وبائس. ومرة ثانية يقول له ان انت لم تحار ولم تبارد، لكن لانك انت فاسر انا مسمع ان اتقيأك. فالامثلة اللي هي انضربت عن التوبة كلها تتصف بصفة واحدة، ان التوبة فيها حرارة. واخد بالك؟ وانا عاوز امسك النقطة دي واقول ده سر عدم تقدمنا روحيا. نحن بنشوف كتير، واحنا اصناف، يا اما انا اخدت على ان انا كل يوم جمعة وحد اجي اصلي في الكنيسة واعمل قداس واقف على المذبح، وتحولت العملية دي الى روتين. وده بيقول له تذكر محبتك الاولى. اول انت ما وقفت زمان على المذبح كانت الدموع في عينيك، كانت الحرارة الروحية في قلبك، كنت مندفع بقوة روحية جامدة. وكثير نشتكي الشكوى دي، ده احنا ايام ما كنا جينا الكنيسة كان قلبنا مفتوح خالص. يا ترى هو المجيء الكنيسة كثير وسماع كلمة ربنا هو اللي سبب لنا الفتور ده؟ فين الايام الاولى؟ تذكرت الايام الاولى ولا هكت في كل اعمال يديك؟ كانت ايام عجيبة جدا وكان فيها حرارة روحية. عشان كده بيقول ايه، اذكر، ارجع لمحبتك الاولى بعد زمان، واذكر من اين سقطت وتب. واول اعتراف اعترفته كان اعتراف من القلب وبحرارة، وبعدين بقت حياتي روتينية ولا اعتراف روتيني. واول تناول كان تناول قوي، حسيت كده ان الله دخل في حياتي واكلت جسد ربنا ودمه. هي بس التوبة هي يعني ان الواحد ما يسرقش وما يكذبش، ما يعملش الحاجات الوحشة. ده بيقول له اذكر محبتك الاولى. شوف المحبة الأولى بتاعتك فين. يا إما إن إحنا بنبتدي توبتنا بفتور جدا، بحيث إن إحنا يعني مش عاوزين نبذل جهد أو حرارة أو قوة في التوبة، فبتعدي التوبة بتاعتنا كأنها لم تكن. يقول الله طب ما انا اعترفت كم مره. وحبذا كمان لو اروح افحص كل الخطايا بتاعتي وارصها كده وارجع واقول اهو الخطايا بتاعتي كلها هي اعترفت بيها لربنا، عاوز ايه بقى اكثر من كده؟ ما دام اعترفت يعني بيبقى كل حاجه خلاص بقت حلوه وكويسه. اذكر من اين سقطت، اذكر محبتك الاولى. الناس اللي تابوا دول كلهم باختصار
كانت تتميز حياتهم ان هم كانوا عندهم عزيمة قوية وحرارة روحية واندفاع في محبة ربنا عدم رجوع للتوبة. فالمرأة السامرية حياتها اتغيرت تغيير كامل. والابن الضال الى اخره. كانت ينفع ابدا بالنسبة للابن الضال ان هو يتوب وهو في المكان اللي موجود فيه. لازم يرجع تاني يسيبه ويرجع لحضن ابوه من جديد. كانت ينفع ابدا ان هو يتوب وهو قاعد في الكرة البعيدة مع الخنازير. ان التوبة ما تنفعش الا بالترك. ما كانش ممكن زكة تتغير حياته الا لما يترك مكانه اولاوي ويترك مكان الجباية ويقول له مدام انا غشيت منك ارد اربعة اضعاف. شوف التوبة فيها علامات واضحة كده. لازم يبقى في خط واضح بين الماضي وأعمال الوحشة وبين الحياة الجديدة. التوبة يا أحبائي عمل مهم جدا بالنسبة للإنسان المسيحي لأن هو بيبني بيه حياته الداخلية. يحتاج إلى ما تكونش بارد. ما تكونش يا ليت كنت بارد او حار. لكن لانك فاتر انا مجمع انا تقيار. ما تكونش فاتر. وفي حاجات كثيرة عاوزة التقصار عشان يكون في توبة. لما ربنا يسوع بيوصينا الوصية اعرف ان الوصية دي امر منه. لما بيقول لا تدينوا كي لا تدانوا يعني اعرف ان احنا ما نمسكش سيرة الناس. خلاص يعني خلاص. نجيبنا سيرة الناس نجيبها بالخير. بس ما نقعدش مع بعض عشان نقول فلان عمل فلان خلى فلان سوى. لا تدينوا كي لا تدانوا. وكل واحد ينقد اخوه في شيء هيقع فيه. لازم مصر ربنا فيه. انا قلبي مفهوش تسامح لازم هتعلم التسامح. كلمنا عن التسامح وقال اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر. النهارده بيقول لنا ان التوبه فيها حاجات كثيره خالص متعلقه بالقلب. ولو اننا في الصيام وبنهتم بالاكل اللي يدخل الفم لكن بيقول لا ده مثل ما تهتمش بالاكل بس لان الاكل ده امر سهل لكن من الفم تخرج حاجات ثانية وحشة والحاجات الوحشة دي طالعة من القلب لان من القلب تصدر افكار شريرة. من القلب تصدر افكار شريرة. هنتكلم على الصيام من دلوقتي على اللي يخص الفم. فالنهارده بيقول لنا الصيام من اللي يطلع من الفم كمان. احنا طبعا مش زي الناس الحرفيين اللي ياخدوا حته ويسيبوا حته. احنا في الانجيل بتاعنا ناخد كل حاجة. الصيام عن الاكل اللي صامه ربنا يسوع المسيح اللي بنمارسه. لكن عاوز يورينا النهاردة ان الصيام كمان صيام القلب. قال اللي يطلع بقى من البق ده اللي يطلع من الفكر اصله طالع من القلب. وبكده اتكلمنا في موضوع خطير جدا عشان نمارسه في حياة التوبة.
حي من القلب من جوه، يطلع من القلب. قال كل حاجة. الانسان ده غريب جدا. في الاول قال القتل، واحنا بنقتل قال القلب من جوه تطلع منه افكار كراهية وبغضة، واحنا في الصيام بنتكلم عن المحبة، فاللي يبغض اخاه هو قاتل. والزنا والفسق والسرقة، في سرقة بالقلب او في سرقة بالقلب، لازم الواحد يكون يسرق بالايد في سرقة بالقلب. واحد يشتهي حاسب صغيره ويشتهي يسرقها ويخطها، وانا هو ما سرقش. والتجديف ومر مرقص يزود عليها الكبرياء والحسد. كل دي افكار تخرج من القلب. فعاوز يورينا ان التوبة في الصيام مع التجديف الحاجات اللي احنا بناكلها، ناخد بالنا من الحاجات اللي بتطلع من الفم، عشان الفم ده اللي بياكل جسد ربنا ودمه تطلع منه كلمة كويسة تمجد اسم ربنا. وقال ان القلب هو المركز اللي بيطلع منه كل الحاجات دي. فالنهاردة هو بيدينا مفاهيم مهمة جدا للتوبة. التوبة لازم تكون فيها عملية قطع وفيها عملية حرارة وقوة ومفهاش فطور، وتكون يعني بحد قاطع بحيث تفصل بين حياة وحياة. دول الناس اللي بيتاب اللي بيتوبوا، لكن اللي بيمسوا حياة فترة دولت ويرجعوا ثاني مش هيدوق التوبة أبدا. الناحية الثانية قال ان التوبة تطلع من القلب، فالواحد يفحص قلبه من جوه يجد ان القلب بيعمل حاجات معينة، يبتدي يحاسب عن نفسه في فترة الصوم ويتوب عنه. بيطلع من القلب حسد، افكار شريرة، قتل، كبرياء، ضغط، تجديف، سرقة. ويبتدي التوبة تبتدي من الايه؟ من القلب. النقطة المهمة خالص اللي هيكلمنا عنها انجيل بكرة اللي هو الاصحاح 15 من انجيل معلمنا لوقا. التوبة عندنا احنا المسيحيين لها معنى ثاني خالص خالص غير عند الناس التانيين. الولد رجع لحضن ابوه، والولد لما تاب ما قالش ارجع لابويا، قال كان من اجير عند ابي يحضر عنده الخبز وانا هنا اهلك جوعا، فانا ارجع اشتغل عند ابويا خدام. طيب لما انت ناوي تشتغل خدام ما تشتغل خدام عند اي حد، يعني اكرم حتى عشان ما تشوفش وش ابوك اللي انت اسأت اليه ده. قال لا، في حاجة جوه قلبي كده بتقول لي روح اشتغل خدام عند ابوك، انا هديك اجرة زي ما اشتغل عند اي حد تاني. قال لا، في حاجة كده بتقول ده ابويا، وخدام عند ابويا غير خدام عند واحد غير ابويا. اذا في كانت رابطة سرية خفية خطيرة جدا بين الولد ده وبين ابوه. الرابطة دي احبائي هي رابطة البنوة. لا الولد عارف يفرط في ابوه، ولا الاب قادر ينسى ابنه. فعشان كده الاب بيقول هروح اشتغل خدام عند ابوه، مليش وش ان انا اكلمه. فالتوبة عندنا في الكنيسة بتبتدي بالمعمودية. المعمودية احنا فيها بقينا اولاد ربنا، وبنقول أبانا الذي في السماوات.
فاحنا في توبتنا في الواقع طبعا انت عندك ابنك في البيت وشوف بتتعامل معاه ازاي. بتتعاملش معاه زي الاجير بيعمل حاجه كويسه تقول له خد اجرتك اخر النهار وانزل تفسح الشارع زي ما انت عايز. ده انت بتعامله على اساس ان انت بتحبه، واحيانا تكثر من تاديبه لان انت بتحبه، فمعاملتك ليه مش زي الاجير تديله اجر اخر النهار وخلاص. فالاب في الواقع النعمة اللي احنا خدناها في المعمودية، نعمة البنوة ديت الحبل السري اللي بيربطنا بيننا وبين الاب، وبيدي للخطية مفهوم تاني جديد خالص. ايه الخطية بقى اللي عمالين تحكمنا عليها في الكنيسة دي؟ القتل والسرقة والقلب يطلع منه معرفش ايه وايه وايه. قال ابدا، ده معلمنا بولس الرسول في رسالة السلونيكي بيتكلم عن خطية الزنا، بيقول لأن من يرذل لا يرذل إنسانا بل الله الذي أعطانا روحه القدوس. فإدى الخطية مفهوم جديد خالص، قال الخطية دي ليست موجهة ضد إنسان ولا بيقع فيها إنسان، لكن هي موجهة ضد الله لأن الإنسان ساكن جواه روح ربنا. من يرذل لا يرذل إنسانا بل الله الذي أعطانا روحه القدوس. ابتدت الخطية تاخد معنى ثاني. بولس الرسول يقول ده أنا ابنه ومن لحمه ومن عظمه، أتأخذ أعضاء المسيح أجعلها أعضاء للخطية؟ زادت الخطية. إحنا في مفهومنا مش إن أنا أسأت لفلان وخلاص، لكن الخطية موجهة لله ذات وموجهة لله الآب. وبعدين عاوز أحكي لك أقول لك إن الإنسان بيمر بفترتين. الفترة الأولانية اللي ما بيحسش بأن ربنا ده أبوه، يقعد يقع ويقوم ويقع ويقوم ويقول طب خلاص هنعمل خطية مش هنزعل ربنا تاني. أول ما بيكتشف محبة أبوه ليه وإن هو بيجرحه بالخطية الناس عاوز يعملها تاني. قوله ليه؟ قول لك كفاية بقى، مش عاوز اعذب يسوع، مش عاوز اجرحه، مش عاوز اسبب له الم تاني، لان انا في الواقع خطيتي هو بيشيلها، محدش بيشيلها غيره. هو اللي حمل اسقامنا وحمل اوجاعنا وخطايانا، محدش بيشيلها غير المسيح. فانا خطيتي موجهه للمسيح شخصيا، فأنا ما بحبش الخطية وبكرهها رغم ان انا احيانا اقع فيها، لان انا بحب المسيح محبش اجرحه. ويبتدي دلوقتي يدخل مفهوم عميق تاني في حياتي، بقدر ما بحب ربنا بقدر ما بكره الخطية. فيبتدي يقول محبة العالم عداوة الله، محبة الخطية محبة الجسد عداوة لله. ليه؟ لأن أنا دلوقتي بجرح ربنا اللي هو بيحبني. لما واحد بيحبك قوي قوي بيعمل فيك خير كتير، وأنت بدل الخير ده تبقى عامل فيه حاجة واحدة، تبقى عامل فيه مكسوف منه جدا. عشان كده الابن الضال بعد ما رجع وتاب يقولوا له أصحابه تاني يوم ما تيجي بقى تاخد فلوس تاني من أبوك، وابوك راجل طيب، ونروح نفتش تاني ونروح الكرة البعيدة، يقول لهم يقول له ما قدرت، يقول له انت خايف منه؟ يقول لهم ما قدرش ابدا، ده اصله بيحبني جدا وانا ما قدرتش اجرحه. المرة الاولانية انا عملتها بجهل،
لان ما كنتش عارف انه بيحبني زي كده. لكن المرة دي ازاي انا اعملها وانا عارف ان هو بيحبني؟ فالتوبة ده في المسيحية هي ان احنا مش عاوزين نجرح المسيح اللي هو احبنا وحمل خطايانا على الصليب. مش عايزين نجرح. ثانيا التوبة في المسيحية هي ان احنا نريح قلب ربنا. يمكن نفكر ونقول ده الابن الضال ده ولد شاطر قوي وهو راح واستريح وانبسط، لكن بيني وبينك استريح كمان الاب لما لقى ابنه في حضنه. يا فرحة الاب لما يلاقي ابنه بقى كويس وبقى حلو وبقى قاعد في حضنه كده كويس خالص. فالتوبة في الواقع من ناحية ربنا هي تفريح لقلب ربنا، تفريح ليه، بحيث انه كل مرة برجع لربنا بفرح قلب. هتقول لي طب ليه قلت كل مرة تاني؟ احنا قلنا التوبة قطع كده وخلاص. التوبة قطع صحيح، لكن بتتكرر كتير. ليه؟ لان كان في حاجات انا لقيتها في يوم من الايام خطيه فقدت اصحى، وبعدين مشيت مع ربنا وانا ماشي معاه اكتشفت ان في حاجات برضه عاوزه تتقطع من جديد. زي كل ما اتقرب من النور ده كان في بقعه كبيره كده في هدومي، فاول ما شفتها في النور جيت جايب ميه ومسحها ومنضفها. قربت من النور اكتر، لما قربت من النور اكتر لقيت في بقعه ثانيه ما كانتش باينه وانا بعيد، فقلت دي كمان لازم تتشاف. لما قربت اكتر من النور لقيت في بقعه ثانيه، كل ما اقرب الاقي في بقعه. عشان كده ما تستغربش ابدا في حياه القديسين ان هم قعدوا طول حياتهم يمارسوا حياه التوبه، لان طبيعه الانسان فيها حاجات مستخبية كتير. لكن بنعمة المسيح كل ما تتقدم لربنا وتقرب منه كل ما تستغل حياة التوبة اكتر. عشان كده التوبة حياة مستمرة، ومش ممكن ابدا تيجي في يوم تقول خلاص انا تبت. تعرف ان لو جيت قلت خلصت كل حاجة هتيجي في يوم مش هتحس بطعم الذبيحة اللي تتقدم على المذبح، ولا بتعب الدم اللي انت بتشربه، ولا بتعم الجسد اللي انت بتاكله، ولا بتعم التحليل بتاع الكاهن اللي هو بيقوله لك. مش هتحس بالحاجات دي، ولا هتحس بقفتك في القداس، لان القداس ده عبارة عن ذبيحة من اجل الخطايا. وهتحس ان انت زي العسار اللي بيقول لي اذكرك يا رب لاني لست مثل باقي الناس. لكن الحقيقة ان التوبة لنفس العسرة ربنا، كل ما بتقرب من ربنا اكتر كل ما بتحس بمحبته اكتر، كل ما بتحس بضعفها اكتر، كل ما بتقول له يا رب اعني ان انا اتوب من جديد وابتدي من جديد. ويقول لنا التاريخ ان القديس انطونيو كان كل يوم يصحى الصبح يقول له يا رب هبتدي معاك من جديد النهارده، من كل يوم غير اليوم اللي فات. اليوم اللي فات مشي كويس معاه، النهارده يقول الله انا ما مسكتش حاجه له، انا النهارده يا رب هبتدي من جديد، ده المشوار لسه طويل. وبقت كل يوم في حياته يوم جديد. شوف الجمال، كل يوم في حياته يوم جديد. ما اجمل حياتنا لما تكون كل يوم في كل صبحيه يوم جديد، ندي حياتنا فيه لربنا في توبه صادقه، نترك اللي فات وننتقل الى ما هو قدام. التوبه تفرح قلب ربنا، والتوبه ما تنتهيش ابدا، عشان كده قلب ربنا يكون فرحان دايما. زي ما انت بتكبر وباباك يفرح ان انت بتكبر، وكل ما تاخد شهاده السنه يفرح اكثر، والسنه اللي بعديها يفرح اكثر ويفرح اكثر. كل انت ما بتقرب لحضن اكتر كل ما هو بيفرح بيك اكتر، وكل انت ما بتفرح.
وتبقى الخطية بالنسبة ليك ممكن انت تعمل شر. الخطية يعني بالنسبة ليك ان انت مش عاوز تزعل، ان انت تزعل ابوك السماوي. الحقيقة ان المثل بتاع الابن الضال اللي الكنيسة عملته بكرة ده مثل مهم، لان هو بيت القصيد في الصيام الكبير كله. يعني الصيام الكبير كله بيدور حوالين بنيتنا لله والمعمودية، وان احنا بقينا اولاد لربنا. فجيه في وسط الصيام كده يجيه جايب لنا عينة من ولد من ولاد ربنا بس وحشين خالص. نعمل فيه ايه ده؟ قال ده لو جه ورجع لربنا بحرارة روحية يفرح بيه فرح كبير خالص، وتكون التوبة بالنسبة ليه ديت بالنسبة للاب فرح كبير خالص، وتكون بالنسبة للابن اختبار عميق لمحبة الاب السماوي ليه. وما يكونش هو في اليوم ده الا يعتبر انه له حياة جديدة رغم ان هو ابن قديم من زمان. بعض الطوائف من اخواتنا في الطوائف الثانية يقول لك مثلا ان فلان اتجدد في اليوم الفلاني. عارف كلمة اتجدد يقصد بها ايه؟ يقصد انه تاب توبة، يعني قطع، يعني رمى كل الحاجات القديمة. لكن احنا بنقولش كده، احنا بنقول ان هي توبة حقيقية. ليه؟ لانه كل ما هيقرب من ربنا هيتوب تاني وتاني، وكل ما يحس ان بحضن ابوه فرحان بيه كل ما هيفرحه اكتر واكتر واكتر. عايز اقول لك اكتر من كده بقى، افرض بلاش انت، بلاش انت، احنا هدفنا من التوبه ايه؟ نفرح قلب ربنا؟ افرض ليك زميل في العمل، ولا ليك زميل في الكليه، ولا ليك جار في البيت بتاعك، والشخص ده بعيد عن ربنا، فعلين قلت وانا ما فرحش ليه قلب ربنا؟ لو انا قدرت ان الشخص ده اكلمه عن المسيح وجرجره معايا للكنيسه وعرفه كلمه ربنا، ليش الشخص ده هو يرجع لحضن ربنا؟ ما هو ابنه برضه. طب ما هو ربنا يفرح، يفرح بيه زي ما يفرح بيا، مفيش فرق. عشان كده في المسيحيه تجد ان الانسان مش بس هو عايز يتوب، لكن نفسه كمان اللي حواليه يدوق محبه ربنا. شوف الايه الاولانيه في سفر نسيج الانساب، اجذبني اجذبني وراءك، انا لوحدي مفرد، فنجري بالجمع. يعني بس اجذبني انا واحنا كلنا ايه؟ نجري وراءك. وحقيقي كل النفوس اللي سابت لربنا حتى في الانجيل جت مجرجره وراها ناس كتير. تقول لي بدافع ايه؟ زي مثلا اي واحد صاحب مذهب في العالم عاوز يكتر الانصار بتوعه، ابدا مش ده الدافع اللي عندي او اللي عندنا. انا لما بلاقي الاب فرحان ببقى فرحان، عاوز افرح قلبي. طب شفت الابن الكبير مش وحش؟ وحش. لانه قال طيب احنا مالنا مال الولد اللي عمل العمل وحش دي، نسيبه هو وفرح لحاله. المهم احنا ما دام انا ما عملتش حاجه كويسه، وانا بخدمك سنين كثيره، وانت بتعامل الولد ده معامله ده؟ قال له اه. انت لسه لغايه النهارده ما تبتش، لان التوبه تجعلك تحس تمام ان خطيتك زي خطيه اخوك. ليه هو كده؟ هي انت خطيتي انا تجرح المسيح، وخطيتك انت بتجرح المسيح، واحنا ما الناس غير مسيح واحد. وعشان كده بنقول ابانا الذي في السماء. وعشان كده بيقول الرسول يقول وكم افرح في الامي، لان انا بكمل نقائص شدائد المسيح في جسدي، في جسده الذي هو الكنيسه. يعني انا بولس عضو في جسم المسيح بتألم واحتمل معاه عشان اكمل النقص في شدائده، لان العالم مسبب لي شدائد كثيره، لان الكنيسه فيها الام كثيره.
فتبص تلاقي الانسان ويبتدي كده يفهم معنى التوبه كده تصرخ قلب ربنا. طب انا اصرخ قلب ربنا ولما اجيب ابني ولما اجيب جاري ولما اجيب زميلي تجذبني وراءك فنجم وتفرح بيا وتفرح باللي معايا. الكل عنده ازاي؟ واحد اهم من 99 للامثلة اللي ضربتها المسيح، والدرهم الواحد المفقود اهم من 99 مش لان هو اكثر قيمة، ما هو ده درهم ودول دراهم زي، لكن ما ده مفقود يبقى في نظر ربنا له قيمة كبيرة خالص. عشان كده انا بقول الموسم ده موسم الصيام اللي حب نفرح فيه ربنا، هو موسم التوبة، ومش توبتنا احنا بس، وتوبة الذين من خارج ايضا والبعدين عن ربنا، لان كل واحد يكسر حضن الاب السماوي وياخد القبلات بتاعته يفرح قلب الاب. يا رب احنا عايزين نفرحك في كل لحظة وفي كل وقت، وتكون في الكنيسة باستمرار فرحان، ولادك راجع عندك كل يوم نفوس جديدة بتترمي في حضنك وتع عند قدميك، وكل يوم نفوس جديدة بتجيلك وانت بتقبل. ففي التوبة تظهر لمعنى ايه؟ اوسع كتير من الفكر اللي عند الناس بره. والتوبة احبائي مش بس عملية مستمرة، لان كل ما ده كل ما اقرب من ربنا بكتشف في الضعف بتاعي، لا ده كل ما بقرب من ربنا بكتشف حبه اكتر فبحبه اكتر. هي طبيعة الحب كده، كل ما تكتشف ربنا بيحبك تحبه، ولما تكتشف انه بيحبك اكتر تحب اكتر، كل ما تقرب منه تحب اكتر. وكل خطوة من خطوات التوبة هي خطوة في محبة ربنا. عشان كده نقول ان التوبة عملية مستمرة، حتى عند القديسين، حتى عند احسن القديسين، لان حياتهم كلها توبة توبة، فرحوا قلب ربنا باستمرار، بيدوق حبه ويخش جوه، يخش جوه يدوق حب اكتر، يخش جوه اكتر، يخش جوه اكتر يدوق حب اكتر، الى متى؟ لفين؟ الى ملء قامة المسيح، الى ما لا نهاية. احبنا الى المنتهى، احبنا الى المنتهى. عشان كده انا لو احب حتى الدم ده مش كتير، لما هو يقول قدموا اجسادكم ذبيحة، ذبيحة يعني جانب الدرس، ذبيحة حية مرضية عبادتكم العقلية، يبقى مش كتير. اللي بيحب ربنا يقدم ويقدم ويقدم. واصبح دلوقتي مفهوم التوبة ده في سر جواه، التوبة دي هي الحب الالهي، كل ما تخش فيه كل ما تلاقي دخلت فيه حاجات لا نهائية، فعايز تخش اكتر فتدوق التوبة اكتر فتدوق الحب اكتر، وتبتدي تخرج عن ذاتك. فحب ربنا حب يغمر به العالم كله، وتحس ان انت لما نفس تانية تيجي ربنا ان محبة ربنا تزداد بيك انت كمان، وتجد ان انت الاب بيبقى فرحان، فتجد التوبة فرح وحب، فرح وحب. والامثلة اللي ذكرها ربنا يعني فيها الثلاثة اللي هي الخريف الضال والدرهم المفقود والابن الضال في لقى 15، الثلاثة بيتكلم فيها عن الفرح. لما وجد الخريف الضال فرح وحمل على منكبيه، وقال ان ملائكة السماء تفرح كمان. ملائكة، طب الملائكة مالهم؟ الملائكة دول خدام لولاد ربنا، فيفرحوا على فرح ربنا. شوف ازاي؟ يعني مش بس بتفرح ربنا، بتفرح ملائكته كمان. ولما لقى الدرهم المفقود
قال لكل الجيران، قالت لكل الجيران تعالوا افرحوا معي لان وجدت درهم لي المفقود. ولما رجع الابن الضال قال لهم جه ابني من بره ولقى سمع اصوات طرب وفرح وقال له ايه الحكاية دي؟ قال له ان اخوك جه وابوك درح ليه لعجل المسمن، ولما عاتب ابوك قال له يا ابني كان ينبغي ان نفرح لان اساس هذا كان ميتا فعاش وكان ضالا فوجد. فرح وطوبة، مفاهيم خطيرة جدا في ايماننا المسيحي. التوبة معروف عنها التجلل والانتحاق وقد ذلك، ومعروف عنها الكآبة وحتروح تعتذر لربنا الغفران بمشاعرك، لكن تنتهي بايه؟ تنتهي بحب وبفرح. هو ده في كده في العهد الجديد. قال اذا كنت اتهن راسك، الناس فرحان اذا كنت اتهن راسك. في العهد القديم اذا كنت اوعى تتهن راسك، يقول لك يقول دانيال ان انا صمت ولم اكل لحم ولم اشرب خمر ولم اتهن، ما عملتش ولا اتهان على وش خالص ولا زيت. في العهد الجديد ربنا يقول اذا صمت افرح، اتهن راسك وما تعرفش لحد ان انت صايم ومش فرحان. والصوم في العهد الجديد هو انطلاق روحي، توبة، حب إلهي، فرح. هو ده الصوم في عهد النعمة. ربنا يبارك في الحد ده ويجعله يوم مبروك لنفوس كتيرة تفرح قلب ربنا وترجع لحضنه لإلهنا المجد الدائم أبدًا. قداسة الآب القمص بشوي كامل عشية عيد البشارة وتذكار خلاص المرأة الخاطئة سنة 1978. اختارت الكنيسة هذا الانجيل لكي يقرأ في هذه المناسبة. كنا نفتكر ايه يتقرى الليلة بخصوص بشارة الملاك بالعزة. الملاك راح بشرها وقال لها ان انت تحبلين وتلدين ابنا وتدعينه يسوع،
لأنه يخلص شعبه من خطاياه. لكن الكنيسة النهاردة بتقدم لنا البشارة عمليا في قصة المرأة الخاطية. لأن البشارة مش ممكن تكون قصة نكررها كل سنة، ولا عبارة عن موضوع ندرسه أو وعظة نوعظها، ولكن البشارة عبارة عن حياة تختبر، يختبرها الإنسان ويعيشها. فالكنيسة النهاردة بتقدم لنا البشارة عمليا في شكل امرأة تعسة مسكينة، مظهرها الخارجي ان هي فرحانة او مبسوطة او ذات مركز، لكن في الداخل مليانة تعب وضيق وألم ومشاكل كثيرة وهموم من العالم. هي دي المرأة اللي جاية. فالكتاب الإنجيل النهاردة بيقدم لنا بشارة، هي بشارة بحجم، بشارة عملية مفرحة. ازاي ترجع المرأة ديت لبيتها وهي طايرة من الفرح، مع ان مفيش شيء جديد حدث بالنسبة لي؟ معلمنا يوحنا في رسالته الاولى بيتكلم عن البشارة المفرحة دي. بيتكلم عن البشارة المفرحة فبيقول ديت مش حاجة حصلت كقصة في حياتي، ولكن الذي كان من البدء، الذي سمعناه، الذي رأيناه بعيوننا، الذي شاهدناه ولمسته أيدينا من جهة كلمة الحياة. فإن الحياة قد أظهرت، ونشهد ونخبركم بالحياة التي كانت عند الآب وأظهرت لنا. الذي رأيناه وسمعناه نخبركم به، لكي يكون فرحكم، لكي يكون لكم ايضا شركة معنا. واما شركتنا مع نحن فهي مع ابنه، فهي مع الاب ومع ابنه يسوع المسيح. ونطلب اليكم هذا لكي يكون فرحكم كاملا. فادي يوحنا كواحد اختبر البشارة. احنا نسميها البشارة المفرحة، والانجيل معناه البشارة المفرحة. لو سمحوا الاخوة البنات والستات يطلعوا لقدام عشان يسيبوا مكان للشبان ورا، السبع ثمان صفوف الورمية كده اوسع قدام كتير. فيوحنا شاف ولمس بايديه الفرحة ديت، وقال الذي رأيناه وسمعناه ولمسته أيدينا من جهة كلمة الحياة نخبركم به،
ان الحياة اظهرت ونشهد ونخبركم بالحياة التي كانت عند الاب واظهرت لنا، وبنخبركم بها عشان يكون فرحكم كامل. عشان تفرحوا، اظن ما فيش حد يقدر يتكلم الكلام ده الا واحد فعلا فرحان وعاوز يفرح الناس اللي حواليه. فالمسيحية احبائي عبارة عن رسالة فرح تدخل قلب الانسان وهو كده طبيعي يحب يفرح اللي حواليه، ما يقدرش يكتم الفرح اللي موجود في قلبه، لكن بيكرس بالفرح اللي في حياته. بيقول اخبركم بهذا لكي يكون فرحكم كاملا ويكون لكم شركة معنا. البشارة المفرحة يعني الانجيل، ان كلمة انجيل يعني بشارة مفرحة، والبشارة المفرحة دي كانت جاية لناس تعبانين ومساكين متألمين. قال عنها اشعياء النبي وقال عنها معلمنا لوقا في انجيله في الاصحاح الرابع لما دخل المجمع عشان يقرا، فقال ان الرب ارسلني لانه مسحني ليبشر المساكين. فالبشارة اصلا بالمساكين، مساكين زي المرأة الخاطية مسكينة زي اللص اليمين، بشارة قوية جدا لها القدرة انها تدخل انسان بيصارع الموت في لحظاته الاخيرة وهو بيموت يقول له اذكرني يا رب اذا جئت في ملكوتك. هل ممكن يكون في فرح؟ شوف ازاي اقوى من الموت. يعني الفرح انا اللي بيعيشه اللص اليمين وفي الواقع درجة عالية جدا جدا. مش عاوز اقول لك واحد تعبان او متألم، لكن هي درجة عالية جدا اعلى من الموت. وهو في حاجة اقوى من الموت عشان يقدر اللص ده يقول الكلمة دي بفرح، يقول اذكرني يا رب اذا جئت في ملكوتك. البشارة بشارة مفرحة جدا. تاريخ القديس سيدهم بشاي وهو كان بعد ما عذبوه في دمياط عذبات كتيرة وجرجروه على الارض وكان بيتألم الام كتيرة جدا، وحطوا الزفت والطين على وشه وجرجروه في الشوارع وضربوه، وبعدين هو في وسط الالام دي كلها بيقول يا حنونة. فقالوا ده لازم بينادي مراته، هو ما كانش متزوج، فقالوا سيبوه راجل بينادي على مراته. وبعدين بيقول لواحد مستجيب كرسي للست عشان تقعد، الست العدرة قاعدة معاه زي ما بنقول في صلاة الإجدية، إن في ساعة انتقالنا تحضر الست العذراء وتتشفع علينا. فهو شايفها قدامه ففرحان، ومن فرحه نسى ألمه وبيطلب لها كرسي عشان تقعد. يقول شوفوا كرسي للست عشان تقعد، ده معناه إن هو نسى الألم بتاعه. انا بقول لك قصة بسيطة معصرة، يعني مش هقول لك قصة استفانوس اللي كانت فيها الفرحة اكثر من الموت بكتير، بحيث ان هو قال رأى السماء مفتوحة وابن الانسان قائم عن يمين العظمة، وفي
وابتدى يبارك الناس اللي حواليه ويقول يا رب لا تقم لهم هذه الخطيه. في واحد وهو بينازع الموت في لحظاته الاخيره والناس بترميه بالحجاره للدرجه ديت وشه يبقى منور زي وش ملاك. لذلك احبائي موضوع البشاره مش قصه نحكيها ونقول ان البشاره جت للعذراء ونتكلم عن الميلاد، لكن هي حياه مارسها اولاد ربنا وعاشوها وفرهم. طيب تقول لي ايه الترمومتر او الحاجه اللي اقدر اقيس بيها ان انا فعلا عايش في البشاره المجيده؟ هقول لك، هو يوحنا الحبيب قال نقطتين، قال الحياه اظهر التي كانت عند الاب اظهرت. يبقى اذا في حاجه اسمها الحياه. قبل كده كان الناس ميته، لكن دلوقتي بقى في حياه. النقطه الثانيه قال عشان يكون فرحكم كاملا. النقطه الثانيه للبشاره الفرح. الحياه اظهرت ومفيش اقصى من الموت. ولما بولس الرسول بيتكلم عنه بيقول اين شوكتك يا موت، وبيتكلم عن الموت ان هو العدو الاخير، اقصى عدو اللي ما حدش بيقدر عليه ابدا. لكن النهارده انا وانت كمؤمنين اخذنا عربون الحياه الابديه، بحيث ان الموت لن يعد له السلطان علينا. احنا عايشين الحياه، والحياه بتدب فينا. عارف زي ما بتحسس على قلبك كده وتحس ان القلب بينبض، بتحسس على نفسك وتحس ان المسيح جوه، وان انت مش ممكن تتغلب ابدا من الموت. وعاوز ادي لك امثله برضو عمليه، مش بس الناس اللي قبل الموت دولت بفرح، لكن بيقول عنهم ايضا سفر العبرانيين ان في بعض منهم لم يقبلوا النجاه من اجل حياه افضل. يعني كان قدامهم فرصه ان هم يهربوا من الموت، لكن كانت فيهم قوه حياه اقوى من الموت، فراحهم دوروا على الاستشهاد وجروا ليه. معنى كده ان فيهم حاجة اقوى من العدو اللي هيقابلهم، لان انا ما قدرتش اروح اقابل حاجة واحس ان هي اقوى مني لان هتهزم قدامها، لكن عشان اروح لها لغاية حدها يبقى معناها ان انا فيا قوة اكتر من الحاجة ديت. فبيقول اين شوكتك يا موت؟ كان قدامهم فرصة للنجاة. في كتير قوي من قديسين الكنيسة اللي تقدموا للاستشهاد كانوا بيدوروا عن فرص للاستشهاد وما هربوش منه. فمعنى كده ان كان فيهم قوة اكبر من الموت اللي احنا نسميها الحياة الابدية. فديت الحياة التي اظهرت. العلامة الثانية الفرح. الفرح، الفرح يا احبائي ليس فرح من العالم، ونفس ربنا يسوع قال كده، ليس كما يعطي العالم اعطيكم، يعني مش من الفرح او السلام بتاع العالم، لكن الفرح اللي بيدهولنا ربنا فرح داخلي اقوى من فرح العالم. ده لازم احس بيه. يمكن اكون بنقرا ايه صغيره في الانجيل وينتبني شعور من الفرح احسن من اي فرحه ده في العالم. فرح العالم ليه طبعه، بما انه من العالم فهو فرح مادي، وبما انه فرح مادي فهو معرض للزواج او معرض يحصل له نكسه او معرض ان هو يزول.
او بتعبير يوحنا نفسه بيقول لكي يكون فرحكم كاملا. يبقى حتى لو في فرح في العالم فهو فرح غير كامل. ايه الفرح ده؟ الفرح ده هتلاقي ثمرة من ثمر وجود ربنا في حياتنا. يعني مش جهد شخصي، ثمرة بنسميه ثمر الروح القدس، محبة، فرح. ففي فرح دخل في حياتنا. ايه اللي خلى بولس الرسول يعتبر الخسارة فرح؟ قال لأننا كسبان المسيح. واللي يقرا مثلا في شعر الاباء وفي شعر القديسين يجد ان هم كانوا دايما فرحانين، حتى لما تروح منهم حاجه يفرحوا، لما اضطهدوا خرجوا فرحين لانهم حسبوا اهلا ان يهانوا من اجل اسم الله. لما الانسان يخسر من اجل المسيح يبقى كسبان، لانه كسب المسيح. كل ما كان لي ربح شفت نفايه عشان انا كسبت المسيح. يعايروك الناس يقولوا لك انت خسرت، تقول لهم ده انا كسبان. فشعور المسيح دايما حالة فرح، لانه لو خسر العالم كله فهو يبقى كسب ربنا. فمين يقدر ينزع الفرح ده؟ يقول كده ربنا يسوع في لهجة التحدي، لا يخسر احد ان ينزع فرحكم ايه منكم. يمكن انت تقول لي ساعات لحد بيزعل، ساعات حاجة تضيع من الواحد، ساعة حاجة تضايق الواحد، مشكلة حاجة مادية تروح من الواحد، ده بيسبب للواحد عدم فرح، ازاي يكون الفرح ده على طول؟ لا، برضو المسيح ما قالش ده من نوع الفرح ده. قال ليس كما يعطي العالم اعطيكم. ده فرح من صمت تاني، فرح بان انت نصيبك هو ربنا واخدت المسيح، فمحدش يقدر ياخده منك. ممكن تمر بفترة دي زي بعض، لكن مش ممكن ينتزع منك الفرح الروحي. فارجو ان انت تفرق بين الفرح المادي والفرح الروحي اللي ادهولك المسيح. احسن بعدين تقول لي طيب يا ابونا اذا كان الكلام ده الفرح ده منه مادي، يبقى مش مفروض يحصل للمسيحيين اي خسارة مادية؟ مش ممكن يحصل لهم مرض؟ مش ممكن يحصل لهم تعب؟ مش ممكن تجيلهم ضيقة؟ مش ممكن يتهم الظلم مثلا؟ اقول لك ابدا، ممكن كل ده، لان الفرح اللي فيهم فرح روحي مش فرح مادي، وده عطية الروح القدس. لما المسيح اتكلم في التطويبات قال ما قالش احتملوا، قال افرحوا وتهللوا، قال افرحوا وتهللوا. فالبشارة بتاعت الملاك للعالم، للست العذراء كأم للبشرية، لها صفتين، جاي بشر بالحياة، الحياة اللي ما تتغلبش ابدا، وجاي يبشر بالفرح اللي لا يمكن العالم يشيله مننا. عشان كده النهاردة لما الكنيسة بتختار واحدة انسانة تعسة غلبانة مسكينة زي المرأة الخطيئة، او لما لقى الانجيلي بيردد كلمات اشعيا بيقول جئت لأبشر، ارسلني لأبشر المساكين واشفي المنكسر القلوب ونادي للمأسورين بالاطلاق، جاي عشان خاطر ناس مساكين تعبانة، فجاي عشان اقدم لهم الفرح ده. ايه قصة المرأة الخاطية دي؟ المرأة الخاطية انسانة قضت عمرها في حياة شر، وفجأة تلاقت مع المسيح. ها انا عرفت تلاقت معاه ازاي، بطريقة او باخرى، لكن ربنا يسوع قال عنها ان هذه المرأة احبت كثيرا. فابتدى في لغة تانية دخلت في
المنهج المسيحي لغة الحب، ان الواحد يحب كتير فتتغفر خطايات كتير. هي من ضمن الحاجات اللي بتسبب الضيق للانسان الخطية. فاذا كان البشارة بغفران الخطية يبقى دي فعلا رسالة فرح حقيقي. فالفرح ده فرح كامل، لانه جاي يقول كده ان الخطية بتاعتها الكتيرة اتغفرت. ما تعالى نفكر مع بعض، يعني ممكن احنا لو قعدنا دلوقتي وقلنا ما كناش عرفنا قصة المرأة الخاطية دي، ما كناش عرفنا قصة اللص اليمين، وقلنا لو واحدة زي الست دي وقضت حياتها بالطريقة الوحشة دي في امل لنجاتها او دخولها السماء، او واحد زي اللص اليمين ده في امل ان يخش ملكوت السماء؟ تقول لي مستحيل. فالنهاردة احنا قدام واحدة اتفتح قدامها باب السماء لانها احبت كثيرا، والخطايا اللي ما كانش لها حدود اتمسحت في دم المسيح. قد ايه يكون الانسان فرحان في حياته لان عارف ان خطاياه مغفورة غفرة، زي ما بيقول الرسول في رسالته: كتبت اليكم لان خطاياكم قد غفرت. وفي نفس رسالة يوحنا الاصحاح الاولاني وراها على طول بيقول: ان قلنا اننا لم نخطئ نضل انفسنا وليس الحق فينا، ان اعترفنا بخطايانا فهو امين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا. وبيقول ان دم يسوع المسيح طهر من كل خطيه. فالمراه ديت اللي ما كانش عندها اي امل بالمره ان يكون لها نصيب مع ربنا، في قاعده مع المسيح قال لها: اليوم مغفوره لك خطاياتك، امضي بسلام. قد ايه الكلمه ديت وهي كانت بتتقري في الانجيل كانت بترن في قلبنا، لان دي رساله الخلاص فعلا، رساله الفرح. المراه دي طلعت من بيت المسيح، من بيت سمعان الفريسي، وهي في منتهى الفرح والسعاده. والفرح يا احبائي كان فرح داخلي، لان بيقول عليها الكتاب كده ان هي لم تكف عن تقبيل قدميه، وكانت تختلهما بدموعها وتمسحهما بشعر رأسها، لم تكف. فطبعا اذا كانت الكنيسة تختار حاجة الليلة عشان خاطر تكلمنا عن البشارة تقول لنا اتفضلوا، ادي امرأة خاطية رجعت فرحانة جدا لان خطاياها كلها اتغفرت. والفرح بتاعها كان شديد للدرجة ان هي بقت الدموع ما تتوقفش من عينيها ابدا. المرأة ديت عشان يكمل الفرح بتاعها بقت تابعة للمسيح، ما سابتوش ابدا. فكانت بيقول لك: كنا يخدمنا من اموالهن نساء كثيرات. بعديها في الاصحاح الثامن: منهم مريم المجدلية التي اخرج منها سبعة شياطين. اذا فرضنا ان المرأة الخاطية دي هي المجدلية تبقى كانت بتخدم المسيح من اموالها، واذا فرضنا ان المرأة الخاطية دي كانت المجدلية يبقى هي اللي بشرت بقيامة المسيح. ودي نقطة تانية لازم نضيفها النهاردة. النهاردة 29 برمهات تذكار البشارة، ليلة البشارة الليلة دي، وفي نفس الوقت ليلة القيامة في السنة اللي اتصلب فيها ربنا يسوع المسيح. يعني سنة ما اتصلب المسيح كان 27 برمهات في السنة اللي اتصلب فيها، وقام في 29 برمهات. يبقى 29 برمهات في السنة اللي اتصلب فيها المسيح كان هو عيد القيامة، و29 برمهات هو عيد البشارة. فالبشارة تنتها
مش واضحة ومش مكشوفة بقوتها لقيت لما اعلنت لاولاد الله في الايه في القيامة. هنرجع لها النقطة دي تاني يعني البشارة كملت. فالمرأة الخاطئة دي المسيح لها مغفورة ليك خطاياك، لكن يوم القيامة راحت وشافت المسيح قام من الاموات وفرحت بيه وراحت تكرس في العالم كله وتقول ان هو كلمني وقال لها اذهبي لاخوتي وقولي ان هم يسبقنني الى الجليل. فاصبح يوم البشارة هو يوم القيامة. وطبعا بالمناسبة اللطيفة دي كمان نقول ان في تاريخ الاباط كمان كان 29 برمهات هو شم النسيم، وكان دايما يجي في الصيام الكبير. طب الاقباط بياكل فيه اكل فطار وكده، فانا قالوه لبعد عيد القيامة على طول. هذا عيد مصر. ايه التوافق اللطيف ده؟ ان الاقباط بحستهم القديمة في قلبهم كانوا بيفرحهم في اليوم ده فرح اكثر من كل ايام العام، بيعتبروه عيد الربيع في حياتهم. وفي نفس الوقت جه اليوم ده هو بشارة الملاك للست العذراء، وهو نفس اليوم كان يوم قيامة ربنا يسوع المسيح من الاموات. ففي فرح اكتر من كده. مرسته المرأة الخاطية ديت في صور جميلة لطيفة خالص. شوف مروحتها للأب واخدة معاها ايه؟ قال واخدة معاها طيب. طيب ايه اللي واخداه؟ قال هي كده طبيعتها من يوم ما عرفت المسيح وسكبت الطيب على قدميه على قدمين المسيح، وهي دايما بتقدم له ريحة طيبة، ريحة توبتها، لان دي تفرح قلب المسيح. فاخدت معاه الحنوط والاطياب وراحت تحطهم على الاب، فلقت المسيح قام من الاموات فكمل الفرح بتاعها. واللي عاوز اقول لكم احبائي ان في فرق بين صحيح البشارة كانت في السر بس العذراء اللي شافتها، ولو ان الست العذراء قالتها اللي معلمنا لقى ما كناش عرفنا عنها حاجة، لكن كان في ناس منتظرة. مثلا حنة بنت فنوئيل 84 سنة عابدة في الهيكل بأصوام وصلبات بعد ترملها، وهي منتظرة مع الكل المنتظرين فداء إسرائيل. اذا كان في ناس كتير مستنية اليوم ده. لكن لما ظهرت البشارة بقت حاجة علني، الملائكة جت من السماء، لان من قوة الفرحة ارتجت الملائكة في السماء، ارتجت الملائكة. فجت جمهور الملائكة وقالوا للرعاة انتوا فين؟ ما في حاجة حصلت من مدة كبيرة من 9 اشهر. ايه اللي حصل؟ قال نبشركم بفرح عظيم يكون لكم ولكل العالم لكل الشعب. ايه؟ قال ولد لكم مخلص هو المسيح الرب. فالفرحة كانت كبيرة جدا لدرجة ان اشتركت فيها ملائكة السماء مع الارضيين. وبرضو ارجع واقول ان الرعاة راحهم وفرحهم وحملوا المسيح على درعتهم ورجعوا بهدومهم المقطعة زي ما هي وبحالة الفقر اللي كانوا فيها وبحالتهم المادية كما هي، وما كانتش الفرحة فرحة مادية بتاتا، لكن كانوا في منتهى السعادة والفرح، وكل واحد اخذ نصيب من الفرح لا يمكن ان يعبر عنه. في القيامة لما المسيح قام من الاموات كانت البشارة لناس مخصوصين مش للكل. مش كل واحد يقدر يشوف المسيح ما هو قايم من الاموات، لكن كان المسيح يروح للناس في الحتة اللي هم فيها ويقول لهم انا هو. ناس الناس اللي تعبوا معاه واللي قبلوا دعوته دعوة الخلاص والفرح راح لهم لقيت حدهم، دخل على التلاميذ والابواب مغلقة.
ودخل وراح لتلميذي عمواس وهم غلبانين بيتلخبطهم في تفسير الكتاب وماشيين في السك. وقال وظهر للمجدلية وقال لها وافتكرته البستان. وجه للتلاميذ وهم بياكلوا. فبهجت البشارة عشان تاخد بالك مش ممكن تكون الا للنفوس اللي تقبلها يوم ربنا يظهر لها علن. قالوا طب ليه المسيح ما يظهرش كده بالقيامة قدام الناس كلها؟ شوفوا قال لا. المسيح ما بيجبرش الناس بالقوة على قبول البشارة بتاعته او على التوبة. لكن النفوس اللي تعبت وتابت وقبلت البشارة في حياتها بفرح وبلذة وقبلت الحياة فالمسيح من حقها ان هو يظهر لها القيامة. حتى اللي ما كانوش ايام المسيح زي بولس الرسول ويقول لا اعرفه وشركت الامه وقوة قيامته متشبها بموته. البشارة في الواقع كانت بشارة غريبة خالص. ابتداها المسيح في الموعظة على الجبل. قال ايه؟ قال طوبى للمساكين بالروح لان لهم ملكوت السماوات. طوبى للحزانة لانهم يتعزون. طوبى للدعاء لانهم يرثون الارض. طوبى للجياع والعطاش الى البر لانهم يشبعون. طوبى للرحمة لانهم مرحمون. طوبى للانقياء القلب لانهم يعينون الله. فواضح ان البشارة معروضة على ناس معينين. مش ناس مفضلين عن ناس. لكن ناس عندهم بيطلبوا البشارة دي بانسحاق روح. طوبى للمساكين بالروح. قال دولت ياخدوا بشارة ملكوت الله. واللي مش مساكين بالروح ما ياخدوش. المتعجرفين. عشان كده البشارة لو تاخد بالك منها وتدرسها تجد ان في ناس كانوا منتظرين خلاص اسرائيل. مش منتظرين ان المسيح يجي يعمل لهم ملك ارضي ومملكة ارضية. كانوا منتظرين فداء اسرائيل ومنتظرين الخلاص. ناس متعطشة. فالناس اللي كانت متعطشة دي المسكينة بالروح جالها المسيح وادها ملكوت السماوات. البشارة في الواقع كانت بمبادئ جديدة وغريبة. قال الحزانة هيتعز. دي بشارة. دي البشارة الجديدة. الشخص اللي يحزن على خطيته ويمارس التوبة زي المرأة الخاطية ده هيفرح فرح كبير جدا. توبة للحزانة لانهم يتعزون. يعني انا دلوقتي ما ابتديش احزن احسد زي ما بيقول معلمنا لوقا ويل لكم ايها الضاحكون لانكم ستبكون. بتضحكوا كتير وهتبكم. انما الحزان على خطاياهم دولت هيفرحوا فرح كبير خالص. مين الفرح ده امتى يا ربي؟ في السماء؟ هل ابدا؟ هي المرأة الخطية اخدته امتى؟ لو هي قاعدة الدموع نزلت من عينيها والفرح غمر قلبها لدرجة اهتيالي كنت اقول لها قومي بقى لانها ما تحتملش اكتر من كده. لان هذه المرأة احبت كثيرا. والحب لما يكتر في القلب ممكن الانسان ما يحتملش الحدود بتاعته. فقال لها قومي بقى. البشارة في الواقع بشارة عجيبة جدا. بشارة برؤية ربنا. رؤية ربنا في سبيل ايه؟ في سبيل ايه يا عزيزي؟ قال في سبيل انك تكون نقي القلب. لو قلبك يكون نقي وتطلب المسيح يطهرك بدمه وتعيش ابن حقيقي لله وتكون نقي في قلبك في محبتك للاخرين ونقي من كل ناحية تستحق ان انت تعاين الله. البشارة مش بس بشارة بفرح
دي بمعاينة الله. امال هو هيديك الحياة ازاي؟ ودي توصلنا ازاي لموضوع مهم قوي، ان البشارة ما كانتش مثلا عبارة عن رئيس ملايكة كده جه للرعاة وقال لهم خلاص ربنا هيبشركم بالخلاص، لا، البشارة كانت بشارة بوجود الله الدائم في حياة الانسان. قال الست العذراء ان انت تحبلي وتلدي ابن، وانت كانسانة بشرية ممثلة للبشرية كلها، كلمة الله يتحد بجسدك بدون امتزاج وبدون انفصال، ويبقى هذا الجسد اللي اخده المسيح منك هو الجسد اللي هتبعد للسماء، وهو اللي موجود دلوقتي، وهو اللي احنا هنعينه في الابدية، وهو اللي هيجي في المجيء الثاني. المهم انا عاوز اوري لك البشارة دي تبقى ايه. البشارة دي مش بس انقياء القلب وعينه ربنا، ده اصبح الانسان مسكن لله، انتم هيكرى الله روح الله ساكن فيكم. اصبحت البشارة ان لا يمكن ان انت تنفصل عن ربنا، بقيت ابن ربنا بالتبني. اصبحت البشارة ان انت بجسدك القابل للفساد التحمس بالجسد اللي اتخذ من العذراء، فأهلت للقيامة بجسد غير قابل للفساد. فالبشارة عبارة عن حياة، مش مجرد رؤية ربنا بس. مبادئ جميلة جدا حطها المسيح قدامنا. بشارة قال تحب الناس اللي بيحبوك، وتحب اللي ما بيحبوكش، وتحب اللي بيسيئوا ليك تصلي ليهم، حبوا اعدائكم وباركم واحسنوا وصلوا الذين يسيئون اليكم. قال عشان تكونوا اولاد ابيكم الذي في السماوات. البشارة اصبحت بمبادئ جديدة. الانسان المسيحي احنا بنقول ان هو اتولد ولادة جديدة. لازم قال لازم المسيحي يعدي على المعمودية ويتولد ولادة جديدة. ومش ممكن يكون مسيحي من غير ما يتولد ولادة جديدة. قال ابدا، ما هو اصله من الارض وتراب وتراب، لكن البشارة الجديدة، البشارة المفرحة ليه، ان هو هيتولد ولادة جديدة. ليه مبادئ جديدة؟ عضو في جسم المسيح، ابن للملكوت، ابن ملكوت محبته. يعني احنا اللي قاعدين في الكنيسة هنا احنا كلنا اعضاء في جسم المسيح، ولاده، اعضاء في الملكوت بتاعه، لنا انجيل ولنا مبادئ. العالم ما يقبلهاش، طب اطلع بره في الشارع كده اقول للناس طوبى للحزانة، يضحكوا عليك، يقولوا حزانة، يا بخت الحزانة، احنا عاوزين نسمع من العالم ونفرح، وانت جاي تقول يا بخت الحزانة لانهم يتعزون. تقول لهم ده المرأة الخاطية سكت الدموع واخدت فرح كبير خالص، يقول لك لا ما بدأت دي ما نعرفهاش. فالبشارة مش بس ان احنا هنشوف ربنا بقلبنا النقي، لكن كمان بقينا اعضاء في جسمه من لحمه ومن عظامه، بقينا هياكل للروح القدس. ادي مركزنا الجديد. عشان كده له حق بولس الرسول لما يقول كل ما كان دي ربحة ست مكاية، لو خسرت كل حاجة وكسبت المسيح يبقى انا الكسبان، ولو خسرت المسيح وكسبت العالم كله يبقى انا ما كسبتش حاجة ابدا. لاجل هذا احبائي، البشارة طبيعتها الفرح وطبيعتها الحياة اللي ما تتغلبش ابدا. احنا اتكلمنا عن الفرح كتير. الحياة ما تتغلبش ابدا. يعني هقول لك نقط مهمة بنعمة المسيح. يعني المحبة ما تتغلبش، ما دي طبيعة الحياة الجديدة. يعني اذا كنت انا مطالب كمسيح ان انا احب،
واحب اللي يسيء لي، يبقى المحبة دي ما تنقص ابدا. ما تجيش في يوم من الايام تقول خلاص قلبي ما فيهوش محبة، لان تبقى المحبة اتغلب. الحياة معناها ان هي ما تتغلبش، الحياة الابدية ما تتغلبش، لا تتغلب لا بموت ولا مبادئها تتكسر ولا العالم يغلبها. تعرف المسيح قال كده، رئيس هذا العالم آتي ولكن ليس له في ايه شيء. ومرة تانية قال ثقوا انا قد غلبت الايه العالم. فالعالم اللي قدام المسيح عالم ايه مغلوب. فالمبادئ بتاعت المسيحية بتجب فيها الحياة، واخد بالك؟ فمحبة ملهاش حدود، غلبة للعالم ملوش حدود. حياة طهارة بنعمة المسيح يتمتع بها اولاد ربنا بنعمته هو، ما تتغلبش من العالم. العالم يقولك مش ممكن انسان يعيش في حياة طهارة وانت تقول له بنعمة المسيح استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. اصبحت المبادئ المسيحية غير قابلة للموت، مبادئ حية لدرجة ان بولس الرسول لما حب يعبر عن الجهاد ضد الخطية قال لن تجاهدوا بعد حتى الدم ضد الخطية. فربنا يعطينا نعمة ان عيد البشارة ده يتحول لحياة فعلا في سلوكنا في معاملاتنا وفي حياتنا، عشان ما نقولش ان ده عيد للبشارة لكن نقول يا ابونا كل واحد مننا انا اختبرت البشارة في حياتي وعشتها، عشت فرحها وعشت قوتها وعشت حياتها وعشت قيامتها وعشت غلبتها، والبشارة هي حياتي اللي هفرح بيها مش بس في العالم ده وفي الابد ايضا. لإلهنا المجد الدائم ابدين امين.